أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: ما حكم الحلف والدعاء بوجه الله تعالى؟ الحلف بوجه الله لا بأس، الحلف بصفات الله الذاتية أو صفات الله المعنوية ككلام الله وحياة الله عز وجل، الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته جائز، لأن أسماء الله وصفاته تابعة لذاته سبحانه وتعالى. وأما الدعاء بها، نعم، الدعاء بأسماء الله وصفاته مشروع، ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا غفور اغفر لي، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم، فيدعو الله بأسمائه وصفاته، هذا مشروع، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وهو مظنة الإجابة، فادعوه بها. نعم.